السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم متعلم ببساطة. ازيكم يا اصحابي؟ النهاردة هنحل مع بعض نماذج الاسئلة الخاصة بالانفورميشن اند كوميونيكيشن تكنولوجي، الاي سي تي او تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، منهج اللغة الإنجليزية الصف الرابع الابتدائي الترم الأول، وهنشوف الأسئلة اللي ممكن تجيلنا في الامتحان شكلها عامل إزاي طبقا لأسئلة بنك المعرفة. وزي ما احنا متعودين يكون معانا قلم وكشكول نكتب فيهم ونذاكر منهم، ويلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أول نوع من أنواع الأسئلة هيجيلنا هو put true in front of the correct sentence and false in front of the wrong one، يعني ضع علامة صح أو خطأ. أول حاجة بيقول لنا input device in computer work on processing data، يعني أجهزة الإدخال في الكمبيوتر بتعمل تشغيل للبيانات. طبعا دي خطأ، هنكتب هنا F يعني false، أو هنعمل علامة غلط اللي هي X علشان خاطر نقول إن هي غلط. 2 internet web، شبكة الإنترنت، is not important for obtaining information، مش مهم علشان نحصل على المعلومات. طبعا دي false أو خطأ. The magnetometer is used to determine directions via satellites. الماجنتومتر بيستخدم لتحديد الاتجاهات عن طريق القمر الصناعي. طبعا دي false برضو أو خطأ. 4 screen zoom software، أو البرامج والتطبيقات بتاعت تكبير الشاشة، helps people، بتساعد الناس with visual difficulties، أو الناس اللي عندهم صعوبة في الرؤية، صعوبة إبصار. visual يعني إبصار أو رؤية، و difficulties يعني صعوبات. طبعا السكرين زوم software بيكبر الشاشة للناس اللي عندها visual difficulties أو صعوبات في الإبصار، فدي صح، هنعمل هنا علامة صح. CPU is type of software، وحدة المعالجة المركزية هي نوع من أنواع البرامج. طبعا دي غلط، هي جزء في الكمبيوتر، هي hardware مش software، يبقى CPU لازم تكون hardware مش software، يبقى دي خطأ. Block is considered one of the ways to communicate with your colleague or friends on the internet. ان انت تعمل عملية حجب او حظر لشخص من الاشخاص بتعتبر طريقة للتواصل بينك وبين زمايلك واصحابك على الانترنت. طبعا دي false او خطأ، انت لما تعملهم حظر مش هيعرفوا يتواصلوا معاك خالص. 7 بيقول لك the earth penetrating radar، او الرادار المخترق للارض، is used to detect underground minerals، بيستخدموه علشان يحدد المعادن اللي تحت الارض. طبعا ده صح. Information المعلومات is the final result، هي النتيجة النهائية، we get after processing the data، اللي بنحصل عليها بعد تشغيل ومعالجة البيانات. طبعا ده صح. Data entry إدخال البيانات is the last stage، هو آخر مرحلة، of access to final information، للوصول للمعلومات النهائية. طبعا دي صح. Braille transforms letters، طريقة بريل بتحول الحروف into prominent symbols، رموز ملموسة، and can be read by touching، اللي احنا نقدر نقراها عن طريق ان احنا نلمسها. طبعا دي صح. Removing word program، ازالة برنامج الوورد from your device helps solve most problems، تساعدك على حل اغلب المشاكل. طبعا ده خطأ، الوورد بروجرام او برنامج الوورد ملوش دعوة بالمشاكل، فلما نشيله مش هيعمل اي حاجة، فنعمل هنا فولس او خطأ. 12 بيقول لك books الكتب and magazines والمجلات are sources of data collections، هي مصادر لتجميع البيانات. طبعا دي true او صح. 13 output devices اللي هي أجهزة المخرجات help in processing data، بتساعد في تشغيل ومعالجة البيانات. طبعا برضو دي false أو خطأ. 14 بيقول لك you can download files، انت ممكن تحمل الملفات on your device على الجهاز بتاعك without an internet service، من غير ما يكون عندك انترنت. طبعا بالعقل كده دي false أو خطأ. 15 email is used to share data and communication among friends،
طبعا دي صح، الايميل بنستخدمه ان احنا نشير ونتواصل مع اصدقائنا. 16 choosing search words، اختيار كلمات البحث، helps us، بتساعدنا get the required search results، ان احنا نوصل للنتائج بتاعت الحاجة اللي احنا بنبحث عنها. طبعا دي صح. 17 word processing software، برامج تشغيل ومعالجة الكلمات، is a type of device، is a type of device هي جهاز، نوع من انواع الاجهزه. طبعا ده هو بيقول لك هنا سوفت وير، يبقى هي ديفايس برضو، هي هاردوير. طبعا دي فولس او خطا. You can see what you are doing in your device، انت ممكن تشوف انت بتعمل ايه على الكمبيوتر او على الجهاز بتاعك، by looking at the display screen، ان انت تبص على الشاشه العرض. طبعا دي ترو او صح، هنعمل هنا علامه صح. 19 internet helps، الانترنت بتساعد us، بتساعدنا يعني، in finding the information we want، في ان احنا نوصل للمعلومات اللي احنا عايزينها. طبعا دي true او صح. One of the dangers of the internet، واحدة من مخاطر الانترنت، is that others can use your personal data، ان الاخرين ممكن ياخدوا ويستخدموا المعلومات الشخصية بتاعتك. طبعا دي true او صح. GPS، نظام تحديد المواقع العالمي، is used to find places، بنستخدمه علشان نلاقي الأماكن you might need to visit، اللي انت عايز، اللي انت ممكن تكون عايز تزورها. طبعا ده true أو صح. Scanner، السكانر أو الماسح الضوئي، is used to print images، بنستخدمه علشان نطبع الأشكال والرسومات from your computer on paper، من الكمبيوتر بتاعك على الورق. طبعا ده خطأ، احنا بناخد بيه الحاجات اللي على الورق ندخلها للكمبيوتر، حتى اسمه ماسح ضوئي، لكن اللي بيطبع الحاجات من على الكمبيوتر على الورق ده اسمه البرينتر او الطباعة. فطبعا دي فولس او خطأ. 23 the operating system، نظام التشغيل، is not necessary، هو غير ضروري، to deal with the computer، ان انت تتعامل مع الكمبيوتر. طبعا دي فولس او خطأ. 24 satellites، الأقمار الصناعية، appeared in the era of the mechanical revolution، ظهرت في عصر الثورة الميكانيكية. طبعا دي false أو خطأ. When someone، لما شخص ما، is blocked they can see your posts، لما انت تعمل بلوك لشخص ما يقدر يشوف البوستات بتاعتك والمنشورات بتاعتك. طبعا دي false أو خطأ، لأن انت أول ما بتعمل له بلوك ما بيقدرش يشوف اي حاجة خاصة بيك تاني. 26 the quotation mark، the quotation mark او علامات التنصيص، اللي هي العلامات الصغيرة دي، is used to summarize the search results that you want، بتستخدمها عشان تلخص وتحدد الحاجات اللي انت بتدور عليها. طبعا دي صح او true، لما نستخدم الكوتيشن ماركس دي بتخلينا نوصل لأدق النتائج عن الحاجة اللي احنا بندور عليها. فطبعا دي true أو صح. 27 it's no harm getting your friend's information without his permission، مفيش ضرر ان انت تاخد البيانات بتاعت والمعلومات بتاعت صديقك من غير اذنه. طبعا دي false أو خطأ، انت كده ممكن تضره. 28 archaeologists، علماء الآثار، use ground penetrating radar، بيستخدموا الرادار المخترق للأرض، to find objects، لعشان يوصلوا او يلاقوا الحاجات، above the ground، اللي فوق الارض. طبعا دي فولس او خطأ. 29 global positioning system، او الجي بي اس، او نظام التحديد المواقع العالمي، connects to satellites، بيتصل بيه الساتلايتس او الاقمار الصناعية، to determine locations، لتحديد المواقع. طبعا دي ترو او صح. 30 او 30 The Pascaline اللي هي الآلة الحاسبة بتاعت Pascaline، is an example of technology from the pre-mechanical age، أو من عصر ما قبل الثورة الميكانيكية. طبعا دي فولس أو خطأ. 31 electricity، أو الكهرباء، was first used، استخدمت لأول مرة، during the electromechanical age، في خلال عصر الثورة الالكتروميكانيكال ايج، الالكترونية. طبعا دي فولس او خطأ. 32 a keyboard
الكيبورد أو لوحة المفاتيح is device is a device هي جهاز used to output data بنستخدمه علشان نعمل إخراج للبيانات. طبعا احنا بنستخدمها عشان ندخل البيانات للكمبيوتر مش عشان تخرج لنا البيانات، فدي false أو خطأ. 33 we use scanners احنا بنستخدم المساحات الضوئية to transfer texts and images from paper to our computer علشان ننقل الكلام المكتوب والصور من البيبرز او من الورق اللي موجود معانا to our computer لدخله بيه للكمبيوتر بتاعنا. طبعا دي true او صح. 34 the central processing unit او CPU او وحدة المعالجة المركزية is a type of software هي نوع من انواع البرامج. طبعا دي فولس او خطأ، هي جهاز هاردوير في الكمبيوتر من جوه، فطبعا دي فولس او خطأ. 35 assistive technology التكنولوجيا المساعدة is a technology that helps people اللي هي تكنولوجيا بتساعد الناس of determination اصحاب الهمم go about their daily lives ان هم يعيشوا حياتهم بشكل عادي. طبعا دي true او صح. 36 If you can't find a file انت مش قادر تلاقي ملف you should restart your computer انت لازم تعمل restart الكمبيوتر. طبعا ايه إرهاق الكمبيوتر ان انت تعمل له restart بان انت مش قادر تلاقي الملف ده؟ طبعا دي false او خطأ. 37 you can collect data from many different sources انت ممكن تجمع البيانات من مصادر مختلفة كتيرة. طبعا دي true او صح. 38 researchers الباحثون always have to use published articles لازم يستخدموا المقالات المنشورة to report their information علشان يعملوا تقرير بالمعلومات بتاعتهم. طبعا دي فولس او خطأ، ممكن يستخدموا حاجات تانية. 39 surveys الاستفتاءات والاستقصاءات and experiments والتجارب are one of the most important sources هي واحدة من اهم المصادر of data collection تجميع البيانات. طبعا دي true او صح. و40 you must ask permission لازم تاخد الاذن before posting any information related to your friends قبل ما تنشر اي معلومات خاصة باصدقائك. طبعا دي true او صح. تاني نوع من انواع الاسئلة معانا النهاردة choose the correct answer from A, B or C. نقط is a way that converts letters into prominence symbols that can be read by touching. ايه بقى اللي بتحول الليترز او الحروف لرموز بارزة نقدر نقراها عن طريق اللمس؟ طبعا برايل اللي هي طريقة برايل هي اللي بتحول الحروف لرموز ونقط بارزة، يبقى نختار هنا برايل او رقم سي. تاني حاجة بيقول لنا نقط is used as a mean of communication in modern times حاجة بنستخدمها للتواصل في العصر الحديث، الايميل ولا البنسلز ولا البنز؟ شاطرين طبعا الايميل. تالت حاجة بيقول لنا نقط are used to communicate with audio and image حاجة بنستخدمها علشان نعمل تواصل بالصوت الاوديو and image والصورة كمان، الفيديو كولز المكالمات الفيديو ولا ديجيتال ارتكلز المقالات المكتوبة ولا ديجيتال بلوجز؟ طبعا الفيديو كولز هنختار اول واحدة. اربعة بيقول لنا it is preferable يعني من المفضل to نقط after repairing or reinstalling the mouse to device بعد ما نصلح او نعمل اعادة تركيب للماوس للديفايس ان احنا نعمل ايه بقى من الافضل؟ connect the power charger to the device ان احنا نوصل الشاحن ولا check electrical connections ان احنا نفحص وصلات الكهرباء ولا restart the device بعد ما نركب الماوس لازم نعمل restart للديفايس. طبعا لازم ان احنا نعمل restart للديفايس ده preferable او من المفضل ان احنا نعمل كده علشان يشتغل بمنتهى السهولة، يبقى نختار رقم C. طيب 5 يقول لنا the component responsible for entering the data المكون المسؤول عن ادخال البيانات for the computer is للكمبيوتر is the الكيبورد ولا السي بي يو ولا البرينتر؟ طبعا الكيبورد هي اول حاجة مدخل بيها بيانات الكمبيوتر، فنعمل هنا فنختار رقم A.
طبعا في 6 بيقول لنا the camera and microphone are used in، الكاميرا والميكروفون بنستخدمهم في publish articles ان احنا ننشر المقالات، text messages ان احنا نبعت رسائل مكتوبة، ولا الفيديو كولز. شاطرين طبعا الفيديو كولز فهي رقم C. 7 بيقول لنا not is used to express your personal opinions، بنستخدمها علشان نعبر عن ارائك الشخصية on the internet، على الانترنت، الديجيتال بلوجز ولا الايميل ولا الجي بي اس. طبعا الديجيتال بلوجز هي اللي بنستخدمها، وطبعا بتعبر عن الاراء او الاوبينيونز بتاعتنا على الانترنت. سكرين زوم سوفت وير، برنامج تكبير الشاشه، is used to help people who suffer from، بيستخدم لمساعده الناس اللي بيعانوا من hearing impairments، مشاكل في السمع، visual impairments، مشاكل في الابصار، limb loss، فقدان احد الاطراف. طبعا visual impairments او ايه، مشاكل في الابصار، لان هو بيكبر لهم شاشة الكمبيوتر واللابتوب فبيخليهم يشوفوا بشكل افضل. 9 بيقول لنا messages، الرسائل، calling for unreal advertisements، الرسائل اللي بتيجي من 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 اعلانات غير حقيقيه on your email، على الايميل بتاعك. ار داونلود فايلز، هي ملفات لازم ننزلها، ولا سبام، طبعا رسائل مزعجه، ولا بيرسونال داتا، معلومات شخصيه. طبعا هي سبام، رسائل مزعجه، فهي رقم بي. نوت از يوزد تو كوبي بيبر انسايد ذا كمبيوتر، حاجه بنستخدمها علشان ندخل ال 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 الورق للكمبيوتر بتاعنا. الديسبلاي سكرين ولا السكانر ولا السبيتش انستولر، طبعا هي السكانر او الماسح الضوئي، بناخد بيه الحاجه ندخلها على الكمبيوتر، الصور او الكلام المكتوب. طب 11 بيقول لنا one of the devices، واحد من الاجهزه، that word processing software needs، برامج معالجه الكلمات بتحتاجه، to write on your computer، علشان تكتب بيه على الكمبيوتر بتاعك، is keyboard ولا printer ولا speakers. طبعا الكيبورد، احنا بنحتاج نستخدم الكيبورد علشان برامج معالجة الكلمات اللي هي الword processing software بتحتاجها علشان ندخل بيها الكلام اللي احنا عايزين نكتبه على الكمبيوتر، فهي الكيبورد. 12 نقط is a device that allows non-speakers to speak، نقط بيساعد الناس اللي ما بتقدرش تتكلم انها تتكلم، السكانر ولا البرينتر ولا السبيتش سنتيسايزر. طبعا السبيتش سنتيسايزر او مركب الكلمات هو اللي بيساعد الناس اللي ما بتقدرش تتكلم في ان هم يختاروا كلمات وهو ينطقها بدلهم، فهو ده الاختيار الصح. 13 your friend sent you a friend request، صديقك بعت لك طلب صداقة، on a social networking site، على موقع من مواقع التواصل الاجتماعي، you must، يجب عليك، نقط، close the device، ان انت تقفل الجهاز خالص، ولا delete the friend request، ان انت تلغي طلب الصداقة اللي هو بعته، ولا check his identity، ان انت تحقق من هويته، هو هل هو فعلا صديقك ولا حد تاني. طبعا check his identity او ان احنا نتأكد ان هو فعلا صديقنا مش حد تاني، وبعدين نقبل الصداقة لو عايزين، فهنا هي رقم C. 14 بيقول لنا the era of electronic revolution، العصر الثورة الالكترونية، was characterized by the existence of، اتحددناه بوجود existence of laptop ولا printer ولا hieroglyphic symbols. طبعا احنا نقدر نعرف العصر بتاع الثورة الالكترونية او الالكترونيك revolution باللابتوب، لان هو اللابتوب ظهر في العصر ده. 15 one of the advantages، واحدة من مزايا of ICT tools، من مزايا الأدوات بتاعت التكنولوجيا المعلومات والاتصالات، is هي data theft، سرقة البيانات، helping people with disabilities، مساعدة الناس اللي عندهم بعض المعوقات وعندهم بعض الاحتياجات الخاصة، ولا overuse of electronic devices، استخدام أكتر للأجهزة الإلكترونية. طبعا helping people with disabilities أو مساعدة الناس اللي عندهم صعوبات واحتياجات خاصة. 16 is the device that help people with hearing
impairments. ايه هو بقى اللي بيساعد الناس اللي عندهم صعوبات في السمع؟ السبيكرز السماعات، ولا برينتر الطابعة، ولا الميديكال هيرينج ايدز اجهزة مساعدة ضعاف السمع؟ طبعا الميديكال هيرينج ايدز 17 بيقول لنا نقط enables you to take the audio clip out of the computer، بتساعدك ان انت تخرج الملفات الصوت من على الكمبيوتر. يبقى ده الماوس ولا السبيكر ولا السكرين زوم سوفت وير؟ طبعا اللي بيشغل لك الاوديو كليبس هي السبيكر، بيسمعك الحاجات دي بتقول ايه، فهي السبيكر او السماعات. 18 بيقول لك when there is a problem opening one of the apps on your computer، لما يبقى في مشكلة في ان انت تفتح تطبيق من التطبيقات على الكمبيوتر بتاعك، you might need to، انت ممكن تحتاج الى restart your device، ان انت تعمل restart ال device بتاعك، ولا replace the mouse، ان انت تغير الماوس نفسه، ولا replace the keyboard، ان انت تغير الكيبورد نفسها. طبعا restart your device. 19 نقط includes your name address and your date of birth. ايه اللي بيتضمن اسمك وعنوانك وتاريخ ميلادك؟ ال personal data البيانات الشخصية، ولا ال spam اللي هي الرسائل المزعجة، ولا ال download التحميل؟ طبعا ال personal data او البيانات الشخصية هي اللي بتتضمن الحاجات دي. personal information and opinions that express their owner which are available for reading and downloading in various sites are المعلومات الشخصية والآراء الشخصية اللي بتعبر عن أصحابها متاحة على الإنترنت للقراية والتحميل، هي الـ published articles المقالات المنشورة، ولا الإيميلز رسائل البريد الإلكتروني، ولا text messages؟ طبعا هي الـ published articles أو المقالات المنشورة. one of the attached devices that you use during video calls is، من الأجهزة الملحقة اللي انت بتستخدمها في عمل فيديو كولز، هي البرينتر ولا السكانر ولا الكاميرا؟ طبعا فيديو كولز يبقى بنستخدم الكاميرا. 22 بيقول لنا information is considered the processing product of، المعلومات هي المنتج النهائي لمين؟ لتشغيل البيانات او الداتا، ولا digital blogs، ولا الايميلز؟ طبعا هي الداتا، هي البروسيسنج برودكت اوف data بنعمل لها processing او تشغيل ومعالجة، فبتطلع لنا ال information. 23 بيقول لنا نقط program is used to write reports، برنامج بنستخدمه لكتابة التقارير. screen zoom software، ولا ال word program، ولا ال word program، ولا ال medical hearing aids؟ طبعا ال word program او تطبيق ال word هو اللي بنستخدمه في كتابة التقارير. 24 بيقول لنا the نقط is responsible for processing data، البرينتر ولا السكرين ولا السي بي يو، اللي بيشغل البيانات وبيعمل لها معالجة؟ طبعا السي بي يو هو اللي بيعمل معالجة للبيانات. 25 بيقول لنا you want to find a file، انت عايز تلاقي فايل in your PC على الكمبيوتر بتاعك، you should، انت يجب عليك restart the device، ولا press on delete alt control، ولا use the search box، ان انت تستخدم صندوق البحث. طبعا use the search box، ان انت لما تكتب في search box الحاجة اللي انت بتدور عليها اسم الملف يعني هتلاقيه بسهولة. 26 بيقول لك the command responsible for closing all applications on the personal computer or laptop is، امر قفل كل التطبيقات على الكمبيوتر او اللابتوب، هو ديليت الت كنترول، ولا الت ديليت تاب، ولا ديليت تاب شيفت؟ طبعا هي اول واحدة ديليت الت كنترول، احفظوها كده. 27 your friend صديقك send you a file، بعت لك ملف، and you want to save it on your device، عايز تحفظه على الكمبيوتر بتاعك، you should download the file، انا تعمله تحميل، ولا بلوك تعمله حجب وتعمله حظر، ولا سكانر؟ طبعا you should download the file، ان انت تعمل تحميل للملف ده. طب 28 بيقول لك you shouldn't communicate with نقط on social media sites، انت مش لازم تتواصل مع نقط على مواقع التواصل الاجتماعي. your school friends
في المدرسة، ولا a friend of you صديق ليك، ولا unknown person wants to share your information شخص انت ما تعرفوش وعايز ياخد المعلومات بتاعتك وينشرها ويشيرها. طبعا رقم C هو ده اللي انت مينفعش تكلمه على مواقع السوشيال ميديا. 29 بيقول لنا from the advantages of ICT tools، من مزايا ال ICT tools او ادوات ال ICT، pooling your friends ان انت تعمل تنمر على اصدقائك، helping people of determination مساعدة ذوي الهمم، الاشخاص اللي عندهم احتياجات خاصة ذوي الهمم، ولا exceed usage of electronic devices زيادة استخدام الاجهزة الالكترونية. طبعا رقم B helping people of determination. 30 او 30 بيقول لنا screen magnification software enables، برامج تكبير الشاشة بتساعد، showing information عرض المعلومات، hearing the information سماع المعلومات، printing paper او طباعة الورق. طبعا showing information او عرض المعلومات. 31 بيقول لنا when someone mistreats you on the internet، لما شخص يعاملك بشكل سيء يهينك مثلا on the internet على الانترنت، you should يجب عليك block him and tell one of your family members ان انت تعمل له حظر وتقول لحد من اشخاص وتقول لحد من افراد الاسره بتاعتك send him a bad message ان انت تبعت له رساله سيئه، send a bad message to your friends ان انت تبعت رساله سيئه لاصحابك. طبعا هو الاختيار رقم واحد ان انت تعمل له بلوك وتقول للاسره عندك او حد من الفاميلي ممبرز عندك ان في حد بيضايقك او بيهينك على الانترنت. 32 بيقول لك before you show your results on chart، لا قبل ما انت تعرض النتائج بتاعه البحث بتاعك على chart او على جدول، you should انت يجب عليك share it online with others ان انت تنشرها على الانترنت وتشاركها مع الاخرين، analyze them ان انت تعمل لها تحليل، remove them ان انت تعمل لها ازاله تمسحها. طبعا analyze them ان انت تحلل الريزلتس دي او النتائج دي قبل ما تعمل لها نشر، يبقى هي الاختيار رقم 2 analyze them. 33 the speaker allows السماعات بتسمح input audio data ان احنا ندخل ملفات صوت، output audio data ان احنا نسمع لملفات الصوت ونخرجها، printing papers او ان احنا نطبع الاوراق. طبعا output audio data او ان احنا نسمع ونخرج ملفات الصوت اللي على الكمبيوتر. 34 بيقول لنا helps people of determination مساعدة أولي الهمم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، of a missing limbs اللي عندهم فقدان في أحد الأطراف، to practice their daily life إن هم يمارسوا حياتهم العادية. دي طبعا البروستاتيك ليج اللي هي القدم الصناعية، رجل الصناعية يعني، كيبورد الكيبورد لوحة المفاتيح، ولا الكاميرا. طبعا البروستاتيك ليج او الرجل الصناعيه. واخر حاجه معانا النهارده the timeline of technological evolution is، الخط الزمني للثوره التكنولوجيه هو وورد بن تايب رايتر برنامج الوورد وبعدين القلم وبعدين الاله الكاتبه، ولا تايب رايتر بن وورد الاله الكاتبه وبعد كده القلم، ولا بعد كده برنامج الوورد، ولا بن بعدين تايب رايتر وبعدين وورد. هي طبعا دي الاختيار الصح، الاول بدأنا نكتب بالقلم، بعدين اخترعنا التايب رايتر او الكتبة، بعدين اخترعنا برنامج الوورد او تطبيق الوورد اللي بنكتب بيه على الكمبيوتر، فهو ده الاختيار الصح، وده التايم لاين اوف تكنولوجيكال ايفولوشن او التسلسل الزمني الثورة التكنولوجية. وبكده نكون حلينا الاسئلة دي، ان شاء الله مش هيخرج عنها الامتحان او على الاقل هيجي منها جزء كبير لان دي اسئلة بنك المعرفة. اتمنى ان انت تكون استفدت من درس النهاردة، لو عجبك الدرس اعمل لايك، اتمنى الاقي 1000 واحد استفادوا او 1000 لايك تحت الفيديو، الاهم ان انت تشارك الدرس مع اصحابك علشان الكل يستفيد، وما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا كمان، انا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.